عمادي السفير السوري السابق في السويد يحدثنا مباشرة من روما. دكتور بسام أهلا بك معنا إلى هذه التغطية. دكتور بسام، هل كانت بالفعل النتائج التي خرج فيها مؤتمر الرياض نتائج إيجابية، وضعت الثورة السورية من جديد على خطها، شكلت الآن وفد يعني معارض، جهة معارضة تجمع الكل تحت مظلتها؟ مساء الخير أختي الكريمة. أنا الحقيقة أقول بأن أهم إنجاز